بعد ما تحدثنا عن الوحدة الأولى بيان البيئة الصحراوية، تمام، واتكلمنا عنها بالتفصيل في أربع دروس، اللي هو الدرس الأول خصائص طبيعية للبيئة الصحراوية، الدرس الثاني خصائص السكان، والدرس الثالث الأنشطة الاقتصادية، وأخيرا التنمية الصحراوية. النهارده سوف نتحدث عن وحدة جديدة من وحدات الجغرافيا بعنوان البيئة الصحراوية. الله سبحانه وتعالى مصر عديد من مقومات عديدة، موقع متميز على بحرين ونهاية والبحر الأحمر والبحر المتوسط. عاش الإنسان قرب هذه البحار، البحار سواء البحر الأحمر المتوسط، وعمر سواحلها، وارتبط نشاطهم وعاداتهم وتقاليدهم بالبحر، فعرفت حياتهم بحياة البحر، وتسميت بيئتهم البيئة الساحلية. النهارده هنتكلم عن البيئة الساحلية، وأول درس في هذه الوحدة بعنوان خصائص الطبيعية للبيئة الساحلية. في الدرس ده هنتكلم عن تعريف البيئة الساحلية، عن خصائص الطبيعية للبيئة الساحلية. عايز أعرف البيئة الساحلية. تعال نشوف الصورة اللي قدامنا دي، ومن خلالها نعرف البيئة الساحلية. تعريف البيئة الساحلية من خلال الصورة عبارة عن شريط سهلي قد يضيق ويتسع لاقتراب الجبال أو الهضاب منه. تاني، البيئة الساحلية عبارة عن شريط سهلي قد يتسع ويضيق لاقتراب الجبال أو الهضاب منه، ويتأثر مناخ هذه البيئة بعادات وأعمال السكان بالبحر. تاني، البيئة الساحلية عبارة عن شريط ساحلي أو سهلي قد يضيق ويتسع لاقتراب الجبال أو الهضاب، يتأثر مناخ البيئة الساحلية وعادات وسكان هذه البيئة بالبحر. ده تعريف البيئة الساحلية. ثانيا، الخصائص الطبيعية للبيئة الساحلية في مصر. تتميز البيئة الساحلية بخصائص طبيعية متميزة ومتنوعة. عندنا الخصائص الطبيعية تتمثل في الموقع، مظهر السطح، المناخ، والنباتات الطبيعية والحيوانات البرية. تنقسم الخصائص الطبيعية للبيئة الساحلية في مصر إلى الموقع، مظهر السطح، المناخ، النباتات الطبيعية والحيوانات البرية. نبدأ أول حاجة الموقع والاحتلال. ترتبط البيئة الساحلية بمسطحات وبحار مائية. مسطحات مائية، بحيرات، بحار. البيئة الساحلية من خلال الخريطة دي إنها تمتد على طول سواحل البحر المتوسط شمالا، وسواحل البحر الأحمر وخليج عقبة والسويس شرقا. تاني، نلاحظ في الخريطة دي إن البيئة الساحلية تمتد على سواحل البحر المتوسط شمالا، والبحر الأحمر خليج عقبة والسويس شرقا. هنبدأ بالبيئة الساحلية على البحر المتوسط. البيئة الساحلية على البحر المتوسط تمتد من أقصى الشرق مدينة رفح حتى الغرب مدينة السلوم. تاني، تمتد من أقصى الشرق مدينة رفح حتى السلوم غربا. تنقسم لثلاث أقسام. أول قسم هو الساحل شمال سيناء. القسم الثاني هو الساحل شمال الدلتا، يمتد من بورسعيد حتى اسكندرية. والقسم الثالث هو من اسكندرية حتى السلوم، يسمى الساحل الشمالي الغربي لمصر. تاني، البيئة الساحلية على البحر المتوسط تمتد من رفح شرقا حتى السلوم غربا. تنقسم لثلاث أقسام. القسم الأول ساحل الشمال سيناء. القسم الثاني ساحل شمال الدلتا من بورسعيد حتى الإسكندرية. وأخيرا ساحل الشمال الغربي هو القسم الثالث من اسكندرية حتى السلوم غربا. دي البيئة الساحلية على البحر المتوسط. بينما البيئة الساحلية على البحر الأحمر تمتد من شرق قوقعة شمالا حتى خليج جنوبا حيث حدود مصر مع جمهورية السودان. تاني، من طاقة شمالا حتى خليج جنوبا حيث حدود مصر مع السودان. تنقسم إلى سواحل خليج عقبة والسويس جنوب سيناء. تنقسم إلى سواحل خليج عقبة والسويس جنوب سيناء، ومن مدينة السويس حتى حلايب جنوب. تاني، البيئة الساحلية على البحر الأحمر تمتد من شرق طابة شمالا حتى حلايب جنوب. تنقسم إلى خليج السويس وعقبة جنوب سيناء، ومن السويس لحلايب هو ساحل البحر الأحمر. يبقى ده موقع الاحتلال.
اتكلمنا عن اول خصائص طبيعيه هو الموقع البدائي، سواء كان في البيئه الساحليه على البحر المتوسط او البيئه الساحليه على البحر الاحمر. يبقى هنا البيئه الساحليه على البحر المتوسط الامتداد تمتد من شرق مدينه رفح في اقصى الشرق حتى غرب مدينه السلوم بحر. هنا تنقسم لثلاث اقسام، الساحل الشمالي لشبه جزيره سيناء، الساحل الشمالي الجديد تمتد من بورسعيد حتى شرق الاسكندريه، واخيرا الساحل الشمالي الغربي من اسكندريه حتى غرب السلوم. البيئه الساحليه على البحر الاحمر تمتد من شرق مدينه طابه شمالا الى جنوب مدينه حلايب حيث تدور مع جمهوريه السودان. تنقسم الى من مدينه السويس حتى جنوب حلايب، حتى جنوب مدينه حلايب. ثانيا سواحل خليج عقبه والسويس جنوب ساحل. تاني خصائص طبيعيه عندنا هي مسار السطح. مسار السطح تشمل عديد من خلجان، شروم، رؤوس ارضيه والشعاب البريه والسهول الساحليه. يبقى مسار السطح في البيئه الساحليه جميله متنوعه، منها سهول ساحليه، خلجان، رؤوس ارضيه، شروم والشرب او الشعاب البريه. تعالي نجرب حاجه السهول الساحليه. ما المقصود بالسهول الساحليه؟ هي ارض شبه مستوي تمتد من خط الساحل الى داخل اليابس. ارض شبه مستوية تمتد من خط الساحل الى داخل اليابس، ده المقصود بالسهل الساحلي. هنتكلم عن السهول الساحليه على البحر المتوسط. السهول الساحليه على البحر المتوسط تتميز بعديد من الخصائص، الاتساع، الانبساط، رمال نعم، توجد بها جثمان رمليه، توجد بها تلال كريم، مساحه البياض، لها دور كبير في تخزين مياه الامطار. تاني السهول الساحليه على البحر المتوسط تتميز بالاتساع والانبساط بشكل عام، تعتبر معظمها من رمال نعم. توجد بها عديد من ثغرات طبيعيه، جثمان رمليه احنا اتكلمنا عنها في الدرس الاول، هي تجمعات من رمال تكونت نتيجه الرياح. تاني حاجه التلال الجيريه عباره عن تلال من صحن البياض، تقوم بدور كبير في تخزين المياه الامطار وتوجد على الساحل الشمالي الغربي. ودي صوره للتلال الجيريه. السؤال الاول قبل ما تفسر اهميه التلال الجيريه، مهمه ليه؟ تقوم بدور مهم في تخزين مياه الامطار. بينما السهول الساحليه على البحر السهول الساحليه على البحر الاحمر تمتد من لو جبنا الخريطة تمتد سهول الساحلية البحر الأحمر من ساحل البحر الأحمر شرق وجبال البحر الأحمر غرب. تاني تمتد من ساحل البحر الأحمر شرق وجبال البحر الأحمر غرب. تتميز بإيه؟ أول حاجة بالضيق في بعض المناطق، وكلما اتجهنا جنوبا تتسع. تاني تتميز بالضيق وتميز الاتساع لما اتجهنا جنوبا. ملاحظين معايا خليج عقبه والسويس، في فرق بين الاثنين، ان خليج عقبه يتميز بالضيق باقتراب الجبال، بينما خليج السويس يتميز بالاتساع نسبيا عن خليج عقبه. تاني السهول الساحليه على البحر الاحمر تمتد من ساحل البحر الاحمر شرق وجبال البحر الاحمر غرب. تتسم بالضيق في بعض المناطق ولكن تتسع كلما اتجهنا جنوبا. في فرق بين خليج عقبه وخليج السويس، ان خليج عقبه يتميز بالضيق او يتسم بالضيق بسبب قرب الجبال منه، بينما خليج السويس يتسم بالاتساع بسبب بعد الجبال عنه. ودي السهول الساحليه، ودي اول ظاهره طبيعيه عندنا. ثاني ظاهره هي الخلجان والرؤوس الارضيه والشروق. نبدا اول حاجه فيها. في الجزئيه دي هنتكلم عن الخلجان، تعريف الخلجان، وفين الخلجان زي البحر المتوسط او البحر الاحمر. يعني ايه خليج؟ هو توخر لجزء من البحر في اليابس ويتصل بالبحر بفتحه واحده. تاني خليج توخر لجزء من البحر في اليابس ويتصل بالبحر بفتحه واحده. توخر لجزء من البحر في اليابس ويتصل بالبحر بفتحه واحده يسمى خليج. طب الخلجان اللي موجود على البحر المتوسط زي ايه؟ زي خليج ابو قير وخليج العرب. تعالى نشوف كده على الخريطه، فين خليج ابو قير وخليج العرب؟ خليج ابو قير وخليج العرب هو الخلجان الموجوده على البحر المتوسط، بينما الخلجان الموجوده على البحر
يتميز البحر الاحمر بوجود عديد من خلدان، وكعادة طبعا احنا عارفين الخلدان اللي موجوده على البحر الاحمر زي خليج السويس وخليج عقبه. ثانيا الرؤوس الارضيه. رؤوس الارضيه عباره عن ايه؟ عباره عن امتداد الارض اليابس داخل البحر. تاني امتداد الاراضي اليابس داخل البحر زي كده اهو، امتداد الارض اليابس داخل البحر يسمى راس ارض. صورة تانية توضح الرؤوس الأرضية، امتداد أراضي اليابس داخل البحر تسمى رؤوس أرضية. الرؤوس الأرضية على البحر المتوسط، زي إيه الرؤوس الأرضية؟ تميز البحر المتوسط وجود رؤوس أرضية، زي رأس طبعا، رأس حكمة، رأس عالم الروم، هنشوفها مع الخريطة كده، رأس عالم الروم، رأس الحكمة، ورأس ضبع. بينما الرؤوس الأرضية على البحر الأحمر وهي مركوزة مهمة، تقل الرؤوس الأرضية على البحر الأحمر، وأشهر رؤوس عندنا هو رأس بناس موجودة هنا، وفي رأس حضارة موجودة في الخريطة بس مش مذكورة في الكتاب. يبقى أشهر رؤوس عندنا في البحر الأحمر تقل الرؤوس الأرضية زي رأس بناس ورأس حضارة. الشروم، الشرم، ما هو الشرم؟ هو خليج ضيق متعمق في اليابس. يبقى خليج ذو مدخل ضيق متعمق في اليابس شرم، ودي صورة توضح الشرم، هو خليج ضيق متعمق في اليابس. طيب الشروم على البحر المتوسط، لا توجد شروم على البحر المتوسط، لا توجد شروم على البحر المتوسط. بينما البحر الاحمر في شروم تم انشاء نوادي مهمه على هذه الشروم زي شرم الشيخ ونويبع. شرم الشيخ ونويبع. نويبع وشرم الشيخ. يبقى احنا اتكلمنا عن تعريف البيئة الساحلية، واتكلمنا عن ظواهر طبيعية أو خصائص طبيعية للموقع، سواء كانت البيئة الساحلية البحر المتوسط أو البيئة الساحلية البحر الأحمر، واتكلمنا عن الظواهر الطبيعية، اتكلمنا عن السهول الساحلية، واتكلمنا عن الخلدان والرؤوس الأرضية والشرم. رابع حاجة في الظواهر الطبيعية أو الظواهر المسار السطحي هي الشعب المرجاني. الشعب المرجاني عبارة عن إيه؟ عبارة عن تكوينات أفرزتها الكائنات البحرية الدقيقة. تنتشر الشعب المرجاني على طول ساحل البحر الأحمر. تاني الشعب المرجاني عبارة عن إيه؟ الشعب المرجاني عبارة عن أفرزات تكوينات أفرزتها الشعب الكائنات البحرية الدقيقة. توجد على طول ساحل البحر الأحمر بسبب إن المياه الصافية في البحر الأحمر حرارتها مرتفعة وهدوء حركتها أدى إلى انتشار الشعاب المرجانية، وهي من عوامل انتشار الشعاب المرجانية في البحر الأحمر، ولكن لم تنتشر في البحر المتوسط بسبب أن البحر المتوسط أكثر بحار العالم تلوثا بسبب السفن اللي تلقى فيه مخلفات سواء كان بترول وغير ذلك. الشعاب المرجانية عامل مهم من عوامل جذب السياحة بسبب ألوانها ومناظرها الخلابة. يبقى الشعاب المرجانية عندنا عبارة عن تكوينات أفرزتها الحيوانات البحرية الدقيقة على طول امتداد سواحل البحر الأحمر في مصر. طبعا مناظرها ألوانها جميلة وخلابة، تعد عامل مهم من عوامل الجذب السياحي. زي ما شفنا الشعاب المرجانية توجد في البحر الأحمر ليه؟ بسبب هدوء حركة المياه، صفاء مياه البحر الأحمر، وارتفاع درجة حرارة المياه أدت إلى عوامل مهمة لانتشار الشعاب المرجانية في البحر الأحمر. ولكن لم تنتشر في البحر المتوسط لانه اكثر بحار العالم تلوثا. سؤال، بما تفسر تنتشر الشعاب المرجانيه في مناطق متفرقه على طول ساحل البحر الاحمر؟ ليه؟ بسبب صفاء مياه البحر الاحمر، ارتفاع درجه حرارتها، واخيرا بدو حركات او حركه هذه المياه. ملحوظه تمثل الشعاب المرجانيه عملا مهما للجذب السياحي. لما قلنا خصائص الطبيعية للبيئة الساحلية، البيئة الساحلية تتنوع وتتميز بوجود خصائص طبيعية متميزة. قلنا الموقع، وقلنا ظواهر طبيعية اللي هو الخلجان والرؤوس الأرضية والشروم والشعاب المرجانية والسهول الساحلية. نتكلم عن ثلاث خصائص طبيعية هي المناخ في البيئة الساحلية. تعريف المناخ هو متوسط حالة الجو في فترة زمنية طويلة،
والرياح والامطار. هنبدا بالحراره. الحراره معتدله بسبب ان البيئه الساحليه فيها بحار ومسطحات مائيه تعمل على تلطيف درجه الحراره وان مالت للارتفاع في الصيف. وده اول حاجه حراره. يبقى الحراره معتدله طول العام بسبب البحر يلعب دور كبير في تلطيف درجه الحراره وان مالت الحراره في الصيف. طب الرياح؟ الرياح فصل الصيف فصل الشتاء. فصل الصيف الرياح هادئه تربط في الجو، بينما الرياح في فصل الشتاء بها امطار غزيره ايام متواصله تؤدي لتقلب الجو وتعرف برياح النوايا. هي النوايا في الاسكندريه زي ما بتحصل في اسكندريه ومدن ساحل البحر المتوسط. الامطار تسقط في ساحل البحر المتوسط بسبب الاقليم الصناعي زي ساحل شمال سيناء وساحل شمال الغرب لمصر، بينما في البحر الاحمر امطار تنضب ولكن احيانا تسقط غزيره تؤدي الى تسبب السيول، فالسيول تؤدي الى انهيار الطرق والمنشات. تاني مناخ في البيئه الساحليه هنتكلم عن ثلاث عناصر: الحراره والامطار والرياح. نبدا بالحراره. احنا قلنا الحراره تمتاز البيئه الساحليه في مصر بصفه عامه بالحراره المعتدله طوال العام. ليه؟ لان حيث يلعب البحر دورا مهما في تلطيف درجه حراره الجو معظم فصول السنه وان مالت الارتفاع سنه. ثانيا الامطار. الامطار البحر المتوسط تسقط الامطار على طول سهل البحر المتوسط مما ساعد على الصراع في مناطق شمال سيناء والساحل الشمالي الغربي لمصر. بينما الامطار البحر الاحمر تنضر الامطار واحيانا تسقط الامطار بشده بسبب معها السيول وينتج عنها دمار كبير للطرق والمنشات. يبقى السيول مشكله من المشكلات البيئيه اللي تعرض ليها البيئه الصحراويه والبيئه الساحليه بسبب حصاله الامطار، والاثنين بيؤدي الى تدمير الطرق والمنشات وتعطيل حركه المرور. الرياح. هنقسم الرياح في فصل الصيف تمتاز البيئه الساحليه طول العام برياح ماديه تغطي في الجو، بينما الرياح في فصل الشتاء تتعرض لمناطق استغلال البحر المتوسط للرياح شديده وامطار غزيره تسبب في تقلب الجو. بمعرض الرياح النواه هي نواه الاسكندريه زي ما بيحصل في مدن ساحل البحر المتوسط، وهنقولهم دلوقتي المدن ولكن تستمر الى ايام متوسطه. زي نواه الاسكندريه في فصل الشتاء امواج وامطار غزيره. المدن في البحر المتوسط عندنا رفح والعريش بورسعيد اسكندريه مرسى مطروح والسلوم. تمام. المدن طبعا الموجوده في البحر الاحمر السويس وطابا ومدينه حلايب. تمام. الغردقه. كل هذه المدن في البحر المتوسط والبحر الاحمر. اخر زراعه عندنا واشهر خصائص الطبيعيه في البيئه الساحليه النبات الطبيعي والحيوان البري. يعني النبات الطبيعي النبات ينمو تلقائيا من تدخل الانسان نتيجه تفاعل عناصر المناخ مع الطب. واحنا قلنا عناصر المناخ حراره ومطار ورياح. حيوان بري وحيوان يصعب استئناسه وتربيته في المنازل يعني. تعال نبدا بالنبات الطبيعي الموجود في البيئه على ساحل البحر المتوسط. النبات الطبيعي والحيوان البري على ساحل البحر المتوسط. زي ايه النباتات الطبيعيه الموجوده على ساحل البحر المتوسط؟ عندنا حشائش واعشاب. طيب طبعا مراعي طبيعيه تعتبر مراعي طبيعيه لحيوانات تعيش في ساحل البحر المتوسط زي الاقلام والمعز. بجانب اشجار الزيتون والتين. والحيوانات البريه على ساحل البحر المتوسط موجود ثعالب بريه وخزلان. نبدا بالنبات الطبيعي. يتمثل في الحشائش والاعشاب الغالب المراعي الطبيعيه للحيوانات مثل الاغنام والماعز بجانب اشجار الزيتون والطين. اشجار التين واشجار الزيتون. بينما الحيوانات البريه يوجد بعض الحيوانات البريه مثل الغزلان والثعالب البريه من الحيوانات التي تنتشر في او التي تعيش على سطح البحر المتوسط. غزلان وثعالب بريه. تاني النباتات الطبيعيه الموجوده في البحر الاحمر شجيرات الكركر تنتشر في الغردقه والنبات الطبيعي طبعا زي شجيرات المنجوف. الحيوانات البريه عندنا القط البري وقليل من الغزلان. النباتات الطبيعيه شجيرات المنجوف اللي تنمو في مناطق طينيه وشجيرات الكركر اللي تنمو في مدينه
مرتاح. شغلات المجروف وشغلات المخطط. من حانات لنا قط البري وقليل من الخزلان للحانات اللي تعيش على سفن البحر الاحمر. القط البري وقليل من الخزلان. بكده نكون انتهينا من الدرس. الدرس تعريف البيئة الساحلية وخصائص طبيعية للبيئة الساحلية عندنا الموقع، سهرات طبيعية، نبات طبيعي، مناخ. دي خصائص طبيعية تتميز بها البيئة الساحلية. بعض الأسئلة. أرسل بما تفسر تنتشر الشعاب المرجانية في مناطق متفرقة على طول سهل البحر الأحمر. السبب احنا عرفنا بسبب ايه؟ صفاء مياه البحر الاحمر، ارتفاع درجه حرارتها، هدوء حركه هذه المياه. ثانيا كنا نفسر يتسم السهل الساحلي على خليج عقبه والطين. ليه؟ بسبب اضطراب الجبال من خليج عقبه. اكمل العبارات. يتميز ساحل البحر المتوسط بوجود العديد من الرسوم الارضيه مثل نوم رقص الضبع، رقص الحكمه، رقص علم الروم. امام الخريطه الصماء لمصر اكتب مدلول الارقام الموضحه عليها. اول حاجه مدينه العريش، اثنين مدينه الغردقه، خليج السويس، واخيرا مدينه مرسى مطروح. يبقى أول حاجة مدينة العريش، مدينة الغردقة، ثم خليج السويس، ثم مدينة مرسى مطروح. اكتب ما تشير إليه العبارات الآتية. تعالوا نشوف السؤال الأول كده. خليج ذو مدخل ضيق معمق في اليابس. ده تعريف الشرق. شريط سهلي قد يضيق أو يتسع تبع لاقتراب الجبال والبضاعة من البحر. تعريف البيئة الساحلية. امتداد الأراضي من اليابس داخل البحر، رؤوس أرضية. توافر الجزء من البحر في اليابس يتصل بالبحر فتحة واحدة، خلجان. عبارة عن تكوينات أفرازات بحرانات بحرية دقيقة على طول. امتداد سواحل البحر الأحمر في مصر، الشعاب المرجانية. ودي الإجابات اللي قلناها. وبكده نكون انتهينا من الدرس الأول في هذه الوحدة. الدرس الثاني بيتكلم عن السكان، عدد إيجابية، عدد سلبية، طب إيه خصائص التعليمية؟ هل مرتفعة الأهمية في سكان البلاد الساحلية؟ هل اهتموا بالتعليم والعمل زي سكان البلاد الصحراوية إن هم اهتموا بعمل الأطفال في الرعي والزراعة؟ وبعض المشكلات اللي تعرض ليها سكان البلاد الساحلية، هل في مشكلات اقتصادية؟ هل منخفض مستوى الدخل عندهم ولا مرتفع؟ هل مرتفع مستوى المعيشة ولا منخفض؟ كل ده المرة الجاية إن شاء الله. بالتوفيق للجميع والسلام عليكم ورحمة الله.